كان اول شاهد قبر هيو. هذا اول شاهد، اول شاهد قبر. نعم نعم. اقرا هاي حتى ترى كيف محفور بالايد. الفاتحه، الفاتحه، الرقم 3706، الرتبه جندي اول، الاسم رواس حامد، العشيره السرحان، تاريخ الاستشهاد 11/7/1948، محل الاستشهاد المفروض. يا الله، هذا كان اول شهيد، شهيد من عشيره السرحان الاردنيه. طبعا الشاهد الاول، الثاني، الثالث، انا جمعت كل هاي الشواهد القبور، الصور تبعتها، صورت شواهد القبور اللي حوالي 8 صورتها ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف انه بدي اهاليهم، يعني عائلات الشهداء هذول، بس انه يشوفوا شواهد قبور ابنائهم بعد اكثر من 65 سنه، بس انهم يشوفوا اللي يعني اللي اطلاقا ما توقعت انه هذول الشهداء مفقودين من سنه 48. مفقودين، في شهداء كانوا في عداد المفقودين، في منهم هذول الشهداء معظمهم استشهد في معركه باب الواد. نعم. معركه باب الوطوليه اللي قريبه من هون، يعني احنا بس بعاد كيلومترات قليله عنها لمنطقه باب الواد والمعركه اللي صارت. فنشرت الصور، صاروا يتواصلوا معي العائلات يحكوا لي عمي احنا هذول ابنائنا كانوا مفقودين من سنه 48، نعرف انهم شهداء بس ما نعرفش وين مدفونين. يعني مثلا كانت القصه الاكبر للشهيد علي حسن العران من الطفيله. علي حسن العران من الطفيله، هي شهد القبر تبعه. هذا كان اكثر قصه عملت صدى. نعم. نعم. علي حسن العران كان عمره 18 سنه. نعم. شاب صغير مقبل على الحياه. نعم. وكان عريس بده يتجوز، حكى لوالده يابا بدي اتزوج، حكى له يابا من زوجك وبعد ما ترجع من حرب فلسطين. نعم. علي حسن العران استشهد، هاي شهد القبر تبعه. اها. الفاتحة، الشهيد علي حسن عران من الطفيلة، وتاريخ الاستشهاد بتاريخ الهجري. بعدين توجهت ل يعني استضافتني عائلته بالطفيلة عشيرة العران وتعرفت عليهم، ورفضوا عائلة عشيرة العران، رفضوا انه يتم نقل رفات الشهيد علي حسن العران من فلسطين الى الاردن. وطبعا بعد ما كنت عندهم اخذت صوره الشهيد علي حسن العران، هاي الشهيد كان عمره 18 سنه. نعم. استشهد بحرب فلسطين الله يرحمه. من القدس الى الطفيله حكايات عديده جسدها علي حسن العران الاردني بعد اكتشاف ضريح الطاهر بتراب الأرض المقدسة. لقاء يجمع بين الماضي والحاضر في حكاية أخرى من حكاوي الدم المشترك. أبوي كان يسولف لنا أنه راح على فلسطين وهو صغير وكان ناوي يخطبه. ناوي يخطبه، ف كان يسولفنا على بطولاته، يعني شاب صغير راح بعمر ال 14 سنه كان في هذا العمر. لما دخل الجيش كان بهذا العمر. لما توفى كان عمره تقريبا 18 سنه، يعني لساته شاب من عمره. هذا كان كان زملاه في الخدمه اللي كانوا معاه في نفس الخدمه ونفس الكتيبه اللي كانوا يخدمون فيها، كانوا يسولفون عنه، حكوا كيف استشهد، يعني حتى وقت ما استشهد حكوا لنا كيف استشهد. كيف؟ يعني كان اثناء المعركه كان في انسحاب، تراجع للخلف، يعني زي ما تحكي تراجع تكتيكي. تكتيكي طبعا. فانسحب، تراجعوا للخلف، فهو شاهد مين؟ جنود اثنين يهود جايين، فظل في الخندق لما اجوا. رموا عليه القنبله على الخندق، فهو ما انتبه لنفسه، يعني ما يعني شفت يعني زياده التضحيه كمان. انتبه لليهود كيف بده يقتلهم. رشهم طخهم وانفجرت فيه القنبله على طول. حتى اللي شافوه اللي كانوا معاه زملاء قالوا كانوا صدره القفص الصدري مفتوح.
إيه كان منظره يعني. فالله يرحمه ويرحم شهداء الأمة العربية كاملة. بتذكر حدا من عندكم حكى ما فيش عندنا فرق بين الأردن وفلسطين؟ شو الأردن وشو فلسطين؟ أنا قلت لك كل واحد. وبعدين أرض مباركة، أنا أقوله من عند المسجد الأقصى يعني القدس. وأنا دودي ما في يعني في أطهر من هي؟ هي مكة والمسجد الأقصى هذول أطهر بقاع الأرض. فلا وبعدين أرض واحد يعني شو الأردن؟ قلت لك من البداية الأردن وفلسطين والفلسطين الأردن يعني. على السريع مرفوض ما ناقشنا فيه حتى الموضوع.